كمان معانا الدورين السنه دي، يعني خلينا نقول الابرز دوره في زي الشمس ودوره في شبر ماي، عجبك تمثيله اكتر فين؟ انا عجبني في زي الشمس جدا، وبعت له مسجات كتير قوي، قلت له رهيب. صح صح صح. عجبني جدا. طيب لما جالك سيناريو مسلسل نجلاء بدر، كنت حاسه انه ممكن يتشاف جدا بالشكل ده؟ بالعكس كنت متحمسه له جدا جدا. يعني خلي بالك انا مضيت من زمان، يعني المسلسل ده لفيت معاه شويه. انا والله مضيت من شهر يناير مثلا. احنا مضينا من زمان. لفيت معاه وكنت متحمسه في رمضان. على فكره كلمت سعداني قبل فاكر وقلت لك عايز اقول لك ان اخر واحد ماضي. بس ساعات بتبقى بيقول لك ربما ضرت النافعه، يمكن لو كانت عرضت في رمضان ما كانتش تشاف قوي. اكيد انا واثقه من الكلام ده، بس انا ساعتها حتى كلام سعداني طول الدور حلو قوي، المسلسل حلو قوي، الورق حلو قوي، كنت عماله اول ما اتقال اسم سعداني كنت فرحانه، كنت عايزاه يبقى معانا. المسلسل بالنسبه لي هينجح؟ هينجح. ليه؟ لان هقول لك بقى عجبني في المسلسل ايه. مفيش خير وشر، مفيش حرب الخير والشر، يعني مفيش من القاتل، عارفه في حاجات كده كانت متعارفه عليها، مفيش العقده البلوت، هو يوميات حياتيه في وسطينا بنعيشها، وكل شخص هتتعاطفي معاه في اوقات وهتيجي عليه في اوقات، زي حياتنا بالظبط. في هتبصي تلاقي حتى لما كنا بننزل مشاهد دينا على السوشيال ميديا ونشوف الفيدباك ايه، تبصي تلاقي ناس مع وناس ضد، وما تقدريش تيجي لا معاه ولا ضد، لان ده عنده حق وده عنده حق وده ليه طريقه وده ليه طريقه، وكل واحد بيتفق حسب الشخصيات وحسب تربيته وحسب قناعاته وحسب فكره. فالموضوع كان حلو قوي، وكنت متوقعه نجاح جدا جدا. ما شاء الله، ده انت بقيت اب منفتح على الاخر. هي دي اصول التربيه اللي انت كنت بتكلمني عنها واللي عايز تلحق بيها بنتك؟ جايب لي السنكوح اللي بنتك بتتصرمح معاه في بيتك عشان يقعدوا يتسامروا قصادك؟ انا اسف يا طنط، بس انا مش جاي لنور، انا جاي ابارك لانكل انس على البيبي. انكل مين يا اخويا؟ انكل انس؟ ايه الحلاوه دي؟ ده احنا بقينا انكل وطنط، وكلها كام يوم والاقي البي جاي يخطب الحلوه بنتك بدبلتين من مصروف اللي شايله في الحصاله. ولا ليه خطوبه؟ ده انتوا تتجوزوا على طول، ملهاش لازمه الخطوبه طالما انت داخل وخارج على الحلوه اللي قاعده في بيت ابوها المحترم. يا خسارة تعب السنين اللي قضيته في تربيتك. في ايه يا نجمة؟ بتهدي شوية، الولد جاي يبارك لأنس وهيمشي فيه ايه؟ دي حقيقة، أنا لازم أمشي، أنا آسف لو عملت مشكلة. لا يا حبيبي تمشي ليه؟ البيت بيتك، اتفضل، أنا اللي المفروض أمشي. يلا اوعى. ايه ده؟ وأنت ايه ده كمان اللي جابك هنا؟ تعالى وياي. حاسب يا عم ايدك فيه ايه؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ العيال دي حرامية، أنت مالك أنت؟ بابي. الحلم كان وحش قوي يعني؟ طب تعالى نام معايا فوق. ان شاء الله كل ايام احمد، واحنا في التصوير ايا كان تعب التصوير ايا كان، وفعلا انا كان بيصعب عليا كتير جدا ادم، احنا ظروف التصوير كانت صعبه جدا، بنسهر بالليل كتير جدا وهو برضو طفل صغير. ايا كان تعب احمد، مفيش مره انا دخلت عنده الاوضه او الكرفان مثلا وهو قاعد وكان في ادم او يايا الا وهو بيجري وراء بيلعب كانه يعني في سنه. والله بدون هزار انا ببقى قاعد مبسوط لطاقته والروح معاهم والحب بجد. بتهيألي واضح ان انتوا كنتوا مستمتعين وانتوا بتشتغلوا في المسلسل ده. ادم لما جم يلخصوا لك يشرحوا لك دورك قالوا لك ايه بقى؟ انت فهمت دورك في المسلسل ازاي؟ فهمت دور يعني هو في الاول، اول اللي هو انتوا اكيد لسه شايفين الفيديو اللي هو لما كنا قاعدين انا بره، يعني اول لما دخلت اتكلمت، هو ما كانش لسه حافظ، ما كانش عمال يقول يا ابني ما تحرجنيش، انا ما كنتش حافظ وهو حافظ، ما تحرجنيش. انا يا دوبك يعني انا الاول لما رحت شافوني كده كده، اول لما رجعت البيت والله رنوا علينا
معقوله؟ احنا انت معانا في المسلسل ده. انت بقى انت شايف الدور ان انت ايه طفل؟ لا حلو يعني مش انا حلوه. خدت كام في المسلسل يعني؟ ما بعدش. ادم انا بحبك قوي، انا بحبك قوي يا ادم قوي. ده كل الناس بتحبك. انت جميل، ربنا يحميك يعني فعلا. انت ربنا يحميك. خلينا نشوف مشهد تاني من مسلسل شبر ومية، مسلسل نجح بحلقاته المتتابعه والمواقف المختلفه من اسر او علاقات اجتماعيه متشابكه. بعدين في اليوم مش باين له اخر ده. وانت حاولت تخرجه من الحمام ولا حلقت له وسبته في الحمام؟ اخرج مين ده؟ جنني ده، خلاني ازعق زي ما زعقتوش من سنه. انت زعقت له يا ياسين؟ طبعا. ده طفل، هتزعق له مش هيسمع كلامك، هتضربه مش هيسمع كلامك. انت ما قريتش المنهج المونتسوري في تربيه الاطفال ابدا يا ياسين. انا هديك بالمونتسوري دي فوق دماغك. طب خلاص اهدى 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 خلاص. انت قلت لي اسمه ايه؟ الزفت. الزفت ياسين الريدي، والله اسم حلو جدا. خلاص خلاص، طيب خلاص اهدى بقى كده لو سمحت، انا هروح اتصرف معاه. اقعد لو سمحت. اقعد بقى. اخلص. حاضر. بقول لك ايه؟ يا مس ريان ما جاتش النهارده؟ ما شفتهاش يعني. جت الصبح بس مشيت بدري. مشيت راحت فين؟ يعني اللي عارف راحت فين ولا عارف تلعب؟ انا اللي كسبان اصلا. كسبان مين يا عم؟ انا سايبك تاكل عيش. وانت بتحب مس ريان؟ قوي قوي قوي. طب ومس كريمان؟ يا دي وحشه وتعلب. تعلب ايه؟ تعلب بنوكيو، كلنا في الكلاس مسمينها كده. انتوا عيال سوا. ايه ده؟ تعالى. ما شكلي هتوب على ايدك. مامي. نعم. انا مش عارفه انام. خشي نامي في اوضتك يا نادين وبلاش دلع. يا مامي انا بجد مش عارفه انام. هو تقريبا في نمله في شعري. نمله؟ يكونش قصدك امله؟ تعالي وريني. دي جاتلك منين دي؟ مش عارفه. في حد كان عندكم بيهرش في الحضانه؟ مش عارفه يا ماما. هي دي المصيبه، لو حد عرف من اولنا الامور هتبقى مشكله. هو يوم باين من اوله.